غوريان هذا مقلش ولده بويه باباه بزاف، يبغيه متهلي في حاجه ما تخصهاش. هيا راح يقرا الحد، راح يقرا ورجع لدارهم قال لهم بلي الشيخ ما نقراوش اليوم. هيا هو دخل عند امه عطاها كرطاب قال لك شويه ونرجع. المروح اللي راح ما ولاش يومين وما يحوسوا عليه. اما لي ذراري صحابو هذو دخلوا البلاصه هذه اللي دخل لها حوسوا عليه، صابوه مجيه في روحها بالسبده تاع الكرطاب. هو المشكله اللي راح تدخل البلاصه اللي دخلها ما كاش اللي تجي تدخل معاه فيها، اللي انتحر فيها بلاصه بعيده، ولكن راح نكون ما جاش الجندارم والحمايه واخر والدرب بزاف ما تيقوش يدخلوا لهذه البلاصه المنطقه اللي دخلها.